السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. معكم أخوكم مصطفى، إزيكم؟ وحشتونا، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. موضوع فيديو النهاردة، هنشحن الحمام ده، الحمام اللي بعناه في المزاد، اللي اتباع في المزاد لصاحب النصيب اللي رسي عليه المزاد إن شاء الله. إحنا بنصور الحمام قبل ما نشحنه. ده الحمام، هو شباب وزغاليل يا جماعة، اللي عليه 7 ريشات و6 ريشات، وفي زغاليل لسه مفكوشي لكن معتمدين. دي المجموعة اللي اتباعت، نشوفها كده، نصورها برضو اللي هيستلمها يبقى شايفها هو رايح له ايه. وطبعا هنجيب الكرتونة ونفتح الكرتونة مع بعض، ونشوف بنفتح الكرتونة ازاي، ونحط الحمام فيها ازاي، ونقفل عليه ازاي علشان الحمام ما يموتش في الشحن. ان شاء الله الحمام يوصل بالسلامة لصاحب نصيبه، وربنا يبارك له في الحمام بتاعه ان شاء الله. طيب، احنا بنحط الحمام في الكرتونة ازاي؟ طبعا على حسب المسافة اللي الحمام رايح لها، لكن ان شاء الله المسافة مش بعيدة الحمام رايح لها دي ان شاء الله. الكرتونة اهم حاجة، تختار الكرتونة المناسبة اللي تساعد الحمام اللي انت هتشحنه او اللي انت هتبعته لاصحابه. طيب، الكرتونة دي اللي انا استخدمتها، اول حاجة بنيجي في قعر الكرتونة بنحط كراتين اضافية زي كده اهو، دي كراتين انا ضيفها، كرتونة او اتنين بنحطها كده، تعمل ارضية، تخلي تلات سماكة للارضية عشان الكرتونة ما تبش من زرق الحمام. طبعا لو الحمام عمل او المسافة طويلة او حاجة، في نفس الوقت تكون مأكل الحمام نص بطن، ما تكونش مشبعه قوي وهو مسافر، هياكل نص اكلة كده ويشرب برضه علشان ما يرجعش الحمام وهو في السفر، وفي نفس الوقت ما يعملش اسهال لو هو اكل بزيادة يعني. طيب، هنجيب السكينة ونفتح الكرتونة دي ونوريلكم ازاي بنفتحها. طيب، انا معايا سكينة اهو، هنيجي ونفتح زي شبابيك كده يا جماعة اهو. انا ما بحبش الثقوب الضيقة كده بالشكل ده، حاول في جمال الاجناب بنفس الطريقة اعمل لها زي شبابيك كده تدخل هواء، خاصة لو انت في الصيف. احنا طبعا احنا في الشتاء، لكن لو في الصيف زود شوية التفتيح ده، لو مش جاي لغاية دلوقتي ان انا عملته ايه اهو، التفتيح اللي انا فتحته، هنفتح كمان هنا، شوف الجنب ده اهو بالشكل ده، ونعمل كل الجوانب بالشكل ده، شبابيك كده يا جماعة، انا بحب اعمل كده اهو. هنيجي كده برضو من تحت، لان انت بتبعت الحمام مع سواق، احنا مش عارفين السواق ده هيعمل ايه، هيحط انهي الكرتونة في اي جنب، يكون جنب مقفول يلاقي الجنب التاني الحمام يتنفس منه، يعني ممكن يحطها جنب، يزنقها في جنب من جناب العربية، الثقوب دي تتقفل يبقى في عنده ثقوب تانية بديلة مهوية، السواق مش هيعرف يا جماعة، لازم انت اللي تعمل احتياطاتك كده بالشكل ده، من الاربع جناب اهو. شفنا ما شاء الله، ونكمل بنفس الطريقة كده الاربع جناب اهو. بعد كده هنحط الحمام، بكده انا فتحت الكرتونة من الاربع جناب بنفس الطريقة زي بعضها كده بنفس الطريقة. طبعا ده كرتون من الداخل، هنشيل اي حاجة تكون من جوه، نحط الحمام فيها وارجع لكم تاني نوريكم ونقفلها ازاي. بعد ما حطينا الحمام في الكرتونة، قفلنا الكرتونة بالشكل اللي هو خلف خلاف زي كده
علشان تبقى ماسكة نفسها واحدة تحت واحدة زي ما حضراتكم شايفين بالظبط كده اهو، بالظبط كده. طيب هنقفل بقى الكرتونة علشان ما تتفتحش. معانا بكرة الكرتون ده او اللزق ده، نقفل بيها الاماكن الضعيفة مع ان احنا نحافظ على الفتحات. اول شيء ان انا هلف اللزق حوالين الاطار اللي هو خارجي ده من اعلى اهو، الف اللزق عليه زي ما حضراتكم شايفين كده، امشي عليه كذا لفة بالشكل ده اهو، امشي كده على كل الاجناب الحروف اللي زي ده علشان تمسك الكرتونة ما تتفتحش في الشحن. بالشكل ده كذا لفة مع بعض. طبعا ما فيش في الحتة دي سكوب. تمام كده. وزي ما عملنا الكرتونة من فوق هنعملها من تحت. زي ما عملناها من فوق هنعملها من تحت. بعد ما خدنا الكرتونة كده داير ما يدور كده من فوق ومن تحت من الحروف كده، خدناها خلف خلاف كده برضو داير ما يدور، لفينا الكرتون ده حوالين الكرتونة علشان تبقى شايلة الكرتونة من قعرها، تبقى أمين أمان في الشحن. بعد ما قفلنا الكرتونة طبعا علشان البخار وعشان النفس هنفتح كمان من فوق عدة فتحات كده، لان فوق يا جماعة البخار يطلع منها النفس بتاع الحمام، مهمة جدا اللي هي من فوق دي كده. ما تخافش من الفتحة اللي من فوق، الحمام مش هيطلع منها ولا حاجة، بس الحمام ياخد نفسه ما يتخنقش حتى ما يسخنش، احنا مش عايزين الحمام يسخن في الشحن، لان الحمام لو سخن واتفتح له في الهواء هيبرد ويمرض مننا، واحنا مش عايزين الموضوع ده، عايزين الحمام يوصل لاصحابه سليم وربنا يبارك لصاحب النصيب. بالشكل ده تمام. انا عملت اكتفيت بالاربع فتحات دول في الاعلى طبعا زائد الفتحات اللي في الجناب، يبقى كده تمام تمام التمام، وربنا يبارك لصاحب النصيب. ولو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك بقى فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.